السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زبائن زبائن مكتب الاصيل مثل ما وعدتكم وفرت لكم كميه ممتازه جدا للجهاز العملاق من شركه شارب اليابانيه شارب ار 6 بين ما نشوف البضاعه خلينا نسمع المواصفات اخوان الاعزاء شارب ار 6 وصل المكتب الاصيل بنظافه جدا ممتازه وبسعر ايضا بتخفيض مكتب الاصيل وفر لكم جهاز شارب ار 6 بهذه النظافة اللي تشوفوها وبسعر مميز جدا 273 ألف دينار أخواني الأعزاء شارب آر 6 يتميز بمواصفات عملاقة أولها معالجة سناب دراجون 888 وهذا الشيء ينطيك إداء جدا ممتع بالألعاب مثل ما تشوفون هنا لعبة بوبجي تشتغل عندنا بمعدل إطار 60 فريم وبدقة جدا عالية وبدون أي تهنيك أو لاق أخوان الأعزاء هذا الجهاز تعتمد عليه من ناحية الكاميرا من ناحية أيضا من ناحية الإداء والذاكرة اللي يتميز بها الجهاز 128 جيجا مع عشوائية 12 جيجا مع بصمة في الشاشة مثل ما ملاحظين رجاء اللي ما يعرف هذا الجهاز فاتمنى يروح للجوجل ويكتب شارب اكواس ار 6 ويشوف اليوتيوبريه شو مسوين هذا الجهاز هذا الجهاز هو فعلا فلاج شيب من شركه شارب اليابانيه توفر في مكتب الاصيل باللونين الاسود والابيض نتمنى زيارتكم النا في احد فروعنا سواء في حي الجامعه شارع الربيع مجاور مطعم بيت جدو او في زيونه شارع الربيعي مجاور القوس الذهبي او مقابل كافيه الباتشينو. لا تنسون انه مكتب الاصيل ينطيك كفر ولاصق مع الجهاز وايضا شاحنه 45 واط لان هذا الجهاز يدعم الشحن السريع. بطاريه هذا الجهاز هي جدا عملاقه 5000 ملي امبير. يعني تقدر تستخدمه يوم كامل وانت مرتاح وايضا لا تنسى صديقي انه من تشتري اي قطعه من مكتب الاصيل راح تدخل بالقرعه الشهريه قرعتنا لهذا الشهر هي سامسونج اس 22 الترا نتمنى تكون انت الفائز وراح تجرى القرعه ببث مباشر كل يوم واحد بالشهر جهاز عملاق لا تفوتوه وسعره اخو البلاش 273 الف دينار والتوصيل علينا